بحيت اليوم التكريم ديال الفنانه والصديقه والحبيبه سامية القريو، وانا شوي اكسيتي وجايه كنجري في الطريق، واخا جايه شويه معطله ولكن باغا ندخل نحضر ليها التكريم ديالها، وكنتمنى لها التوفيق ومزيد من التالق. شوف ان تيتر اللي كتستاهلوا المراه، يعني المراه ما كتستاهلش غير دوره سينمائيه في المغرب، خص دورات كثيره كتعتني بالمراه وقضايا المراه، وهذا شيء جميل. شكرا. هذا اصلا سالومون زعما توحشنا هذا النوع ديال التظاهرات الثقافيه السينمائيه، توحشنا بزاف، عندنا واحد العطش كبير لها. ونبداو زعما المواسم الثقافيه بدوره على السينما المراه، هذا ما يمكن ليكون شرف للمراه بصفه عامة. وهاد المهرجان هذا عنده واحد الصبغة زوينة بزاف وصبغة ثقافية، وأنا كأحرص دائما على أنني نحضر ليه. تكريم جوريا العلوي، أنا فرحانة بزاف بالتكريم ديال الصديقات ديالي الفنانات، كنتمنى لهم التوفيق، وكنتمنى أن يكون هذا حافز للعطاء إن شاء الله أكثر، وهذا اللي ممكن نقول، وأنا فرحانة وإكسيتي بزاف.